السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ أنا الدكتور حسين حنفي، مدرس طب الأطفال. النهاردة هنتكلم عن المنينجيتس، وده حاجة من الحاجات المهمة في أسبوع الفيل. زي ما تعودنا إن إحنا بنبدأ كل محاضرة بالكيس سيناريو، والكيس سيناريو اللي موجود معانا النهاردة نيرة ذا 9-year-old girl who is referred to the accident and emergency department by her general practitioner. She was seen at the surgery a few days ago with a temperature and widespread non-specific rash. Presented by the general practitioner, the non-specific rash وفيفر. الراش بدأ يتحسن. The rash is fading while the temperature is persistent. Today, she has complained of worsening headache, dislike light, and pain in her neck, back, and leg. Her mother has found it difficult to take her and she has been a bit confused. She has no significant past medical history as taking no regular medication. She is fully immunized. Her mother has a recurrent cold sores last about 2 weeks ago. Nobody in the family is unwell or taking medication. Her school progress is good. Nayara is lying in the bed, darkened room with her eye closed. She is reluctant to be examined and want to go to bed to sleep. دايما قاعده في اوضه ضلمه ودايما عايزه تنام. عندها some sort of drowsiness. Her temperature is 39.7, blood pressure 85-60. There are no murmur. عندها moderate neck stiffness و difficult to walk. There are no focal neurological sign. Examination of respiratory abdomen and ANT system is normal. طيب ال investigation هيموجلوبين 12 و6، total leukocytic count 11 و2 with the normal range، neutrophils 5.6، lymphocytes 5، platelet 365، sodium 138، potassium 4.5، urea 4.2، creatinine 46، C-reactive protein. C-reactive protein is elevated to 23. يبقى في الـ investigations بتاعتها كلها normal ما عدا C-reactive protein عالي سنة والليمفوسايت في عندها lymphocytosis. يبقى 9 years old girl has fever وراش وهيدك وفوتوفوبيا وستيف نيك and disturbed conscious level. She is normotensive. CBC showing lymphocytes. CRP is a positive. And the headache, fever, stiff neck, and the drowsy. What is your differential diagnosis? What is the probable diagnosis and why? What is the investigation to confirm the diagnosis? What is the plan of the treatment? Create an algorithm for the approach for such a case. What is your differential diagnosis? احنا بنتكلم عن disturbed conscious level with fever. Disturbed conscious levels with fever. الموست كومن كوز اول حاجه السي ان اس انفكشن، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. ادم او اكيوت ديسيمينيتنج انكيفالومايلايتس، وده كلينيكالي بيشبه المالتيبل سكلروزس اللي انتم بتاخدوه في البطنه. بعباره عن اوتو اميون ديزيز فولوينج فايرال انفكشن، بيسبب ديمايلينيشن للبرين والسباينال كورد. بريزنتد بانكيفالوباثي ديسترب كونشس ليفل، وبعد كده ممكن العيان يحصل له نيورولوجيكال ديفيسيت. الهيموريج وخاصه السبراكنويد هيموريج مي بي بريزنتد باي ذا ديسترب كونشس ليفل وفيفر وسي ان اس مالجنسي. لازم نبقى عارفين ان السي ان اس انفكشن ممكن تكون ديفيوز اللي بريزنتد في الاساس بالانكيفالوباثي والديسترب كونشس ليفل زي المننجيتس. والمننجيتس اسبابها يا بكتيريال يا فيرال يا فانجل. الانكيفالايتس اللي هو انفلاميشن للبرين، ان هو يعني مشكله الاساسيه في البرين، وده بريزنت موستلي كوز باي ذا فايرال انفكشن. والحقيقه ان العيان او في التشيلدر يا اما بريزنتد بانكيفالايتس انكيفالوباثي، يا اما بريزنتد بمننجو انكيفالايتس انكيفالوباثي اند ذا ساين اوف ذا مننجيال اريتيشن. طيب الفوكال انفكشن اللي هي عباره عن البرين ابسس والسبديورال امبايما، دايما الديفيوز سي ان اس انفكشن بريزنتد في الاساس بانكيفالوباثي، ولكن الفوكال انفكشن زي البرين ابسس والسبديورال امبايما بيبقى معاهم
فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، على حسب الابسيس ده موجود فين بيعمل فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، سواء كونفولجن سواء باراليسيز سواء باريسيز. المينينجايتس عباره عن انفكشن اند انفلاميشن اوف ذا اموليد ليبتومينينجيز ذا انر موست لاير اوف تيشو ذات كفر ذا برين اند ذا سباينال كورد، ممكن يكون سببها بكتيريال فيرال اور فانجاي، بس عاده دايما الانكفالايتس بتبقى اساسي فيرال انفكشن rather than bacterial infection. دخول المالتيبل كونجوجيت فاكسين في السكيدجولز بتاع الفاكسين في دول العالم قلل من السي ان اس انفكشن جامد. طيب الترم الاسيبتيك مننجايتس يعني نون بكتيريال مننجايتس، يعني انا عملت سي اس اف كلشر وهو ده الجولدن دايجنوستيك تيست للسي ان اس انفكشن وطلعت البكتيريال كلشرز نيجاتيف، ممكن يكون انا اتيبيكال اورجانيزم زي السيفلس والتوبركلوزس، ممكن يكون عيان عنده لوكالايزد انفكشن في حته معينه زي البرين ابسس والابيديورال ابسس. الكيميكال اكسبوجر في بعض الدراجز زي الانترفينس ومين جلوبال نوستود انترفينس دراجز تعمل مننجايتس يبقى سي اس اف كلير، ما فيش اورجانيزم. والاوتو اميون ديز اوردرز وبعض الديزيز زي الكواساكي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. الايتيولوجي ده اورجانيزم كومونلي كوزنج بكتيريا مننجايتس زي الهيموفلس انفلونزا تايب بي ستريبتو نموني اللي هي النموكوكاي والنيسيريا المننجوكوكاي. الانسيدنس اوف ذا هيموفلس هاز ديكريزد دراماتيكالي بعد ما طلع فاكسينيشن للهيموفلس انفلونزا تايب بي. طيب البكتيريا الكوز اوف مننجايتس دايما في النيونيت جروب بيتا ستريبتوكوكاي دي الموست كومون، الليس كومون اللي هو الليستيريا مينوسيتوجينيز. التشيلدرن من اكتر من شهر لثلاث شهور ستريبتونوموني، التشيلدرن اكتر من ثلاث شهور ستريبتونوموني والمنينجو كوكار. بارشالي تريتد مننجايتس ريفير تو ذا بكتيريال مننجايتس كومبليكيتد باي ذا انتي بايوتيك تريتمنت بيفور اللامبر بانشر which may result in the negative CSF culture although the CSF finding suggestive of bacteria infection is present. يعني العيان ده هو ما تسحبلوش سي اس اف وبدا الانتي بايوتيك تريتمنت، ولما سحبنا السي اس اف وعملنا الكالشر لقينا الكالشر نيجاتيف، لكن لقينا بقيه البارامترز بتاعه السي اس اف اللي هنتكلم عليها بعد كده زي البروتين از elevated والجلوكوز از consumed. طيب الكالشرز دي طلعت نيجاتيف، فانا عايز اعرف بقى البكتيريا، ما البكتيريا موجوده ممكن اعمل حاجه ادق زي البي سي ار، البي سي ار هو ممكن يطلع لي نوع البكتيريا. Most common viruses causing meningitis هي الانتيرو فيروسز، other viruses ممكن تكون زي الهربس سمبلكس شتاين بار اتش اي في مام فيروسز، كان مام بتسبب المننجايتس بس في العيانين الانفكسينيتد. الابيديميولوجي الانسيدنس اوف ذا بكتيريال مننجايتس از هايست امونج ذا تشيلدرن اندر 1 ييرز ايج سبيشالي ذا انفانت اقل من 2 مانث. بكتيريال مننجايتس اوتسايد ذا نيونيتال بيريود نتيجه كولونايزيشن للاورجانيزم في النيزوفارينجز وسبسيكوينت انفيجن تو ذا بلود ستريم. The bacteria reach the blood-brain barrier and enter the CNS to cause infection and the inflammation. خلي بالك المننجايتس بتبقى هاير في التشايلد اقل من سنه واللي اقل من شهرين لما بيكونش عندهم فوكال نيورولوجيكال ساين بريزنتد بجنراليزد سيمتومز. الريسك فاكتور لو العين عنده اميون ديفيشنسي، عنده السبلين فيه عنده مشكله سواء السبلين موجود بس ما بيشتغلش فانكشنال اور اناتوميكال مش موجود اصلا، يعني فانكشنال سبلين موجود بس ما بيقومش بوظيفته فكانه مش موجود، والاناتوميكال العين اصلا عنده ابسنس اوف ذا سبلين بينتريتنج هيد تروما ريسنت نيورولوجيكال بروسيدور لسه مركب شنط و الاماكن المزدحمه زي المناطق العسكريه. طيب الكلينيكال مانيفستيشن، الكلينيكال مانيفستيشن وده مهم جدا دايما يا جماعه ولازم تفهموا المعلومه دي ان الجنرال فيوتشرز سجستيف اوف ذا سي ال اس انفكشن از مور كومون ان ذا تشيلدرن، الفوكال ساينز قليله جدا ما بنشوفهاش خاصه في الاطفال اللي اقل من سنه
خاصة في الأطفال يا جماعة اللي أقل من سنة، الفوكال ساينز ما بتبقاش موجودة، اللي هي الساينس اوف ذا مينينجال اريتيشنز ما بتبقاش موجودة. لكن العيان ممكن يكون عنده اريتابيليتي، نوزيا، نقر ريجيديتي، ليثارجي، فوتوفوبيا، فوميتنج، هيديك، فيفر. المينينج ساينز اوف مينينجال اريتيشن اقل من سنة بنبقى صعب ان احنا نشوفها، اللي هي الكيرنكس ساينز والبردن سكاي ساينز. كيرنكس ساينز سهلة ما فيهاش اي حاجة، لو احنا عملنا فليكشن للني 90 درجة وعملنا فليكشن للهيب 90 درجة وبعد كده حاولنا نعمل اكستنشن للني هيبقى الموضوع painful or limited extension. لو عملنا في البوردزم سكاي ساين بس فليكشن اوف ذا نيك هيحصل اللي بيحصل، هيحصل للني فليكشن. يعني بعمل فليكشن للنيك يحصل ني فليكشن على طول. طيب يا جماعه الكلينيكال مانيفستيشن فوكال نيورولوجيكال ساينز زي السيزورز، ارثرالجيا، مايالجيا، بيتيكي اور بيربريك ليجنز، سيبسك، شوك اند كوما. دي المانيفستيشن بتاع المننجايتس، وخاصه البكتيريا المننجايتس الكورس بتاعها ممكن يكون لايف ثريتنينج او بروجريسيف. العيان يدخل في سيزورز وبعد كده فوكال نيورولوجيكال ساينز وسيزورز وبعد كده يديفلوب سيستميك سيمتومز زي البيربرا اللي هي هيموج اندر ذا سكين، ويحصل يدخل في سيبسيس وشوك وكوما. سيمتومز اوف ذا انكريز الانتراكيا بريشر انكلودنج الهيديك والدوبلوبيوم والفوميتنج والبولجنج فونتانيل. دي بتحصل في الانفانت. بابيلي ديما از كومون unless there is a occlusion of the venous sinuses, subdural empyema or brain abscess. يبقى المانيفستيشن تاني فيفر، نيك بين. خلي بالنا يا جماعه من النيك بين، لما الطفل يشتكي من نيك بين دي يعني حاجه رير. سليبنس، فوميتنج، راش، هيديك، سيزرز، لايت سنسيتيفيتي اللي بيقولوا عليها الفوتوفوبيا. ان يونج انف ده مهم جدا. ساين اوف ذا مينينجيال انفلاميشن اور اريتيشن may be minimal. الولد ممكن يكون بريزنتد بحاجتين بس، irritability، depressed mental status، وممكن يكون معاه poor feeding. المينينجيال irritation positive on the children اكتر من 12 شهر. خلي بالك. طب what is the probable diagnosis؟ الصراحه most likely diagnosis is viral meningoencephalitis. ليه؟ في بروده برودروما اصلا سبيسيفيك فيبرايل انس، عنده راش، بروجريسيف هيديك، فوتوفوبيا، بروجريسيف هيديك وفوتوفوبيا، والعيانه كمان كانت دراوزي انكيفالوباثيك، فده موستلي فايرال مننجو انكيفالايتس. طيب وات از ذا تايم؟ دايما البكتيريال او سيبتيك او بورولنت مننجايتس بتبقى رابيد بروجريسيف كورس، بيبدا سادن اونست بهاي جريد فيفر وفوميتنج، بعد كده العيان يديفلوب كونفالجال ومننجال اريتيشن. خلي بالك العيان ده ممكن يدخل في سيبتيسيميا ويبدا العيان يتكون عنده سام سورت اوف دي اي سي، وتاثر على البلود فيسلز وتاثر على البليت، ويبدا يحصل العيان بيربرا اللي هي هيموريج اندر ذا سكين نتيجه الدي اي سي، غير الراش اللي موجود في الكيس سيناريو. الراش اللي كان موجود في الغير السيناريو كان بيقل، فدي كانت موست فايرال انفكشن. اما لما يبقى العيان جايب منجل اريتيشن ومره واحده دخل في بربريك راش، وانا هوريه لكم بعد كده، يبقى ده سجستيف اوف مننجايتس. خلي بالك الكورس اوف النس في البكتيريا مننجايتس يوجوالي بيبقى فالمنت، هاويفر الفيرال مننجايتس بيبقى مايلد تو مودريت. المايلد مننجيال اريتيشن العيان ممكن يكون عنده اكزانثما اللي هو الراش زي في الهيرب سامبلكس والتشيكن بوكس. الكورس اوف النس يوجوالي دينار. وات ذا انفستيجيشن تو كونفيرم ذا الجوريثم؟ دايما احنا في حاجتين مهمين جدا لازم نعملهم، والدايجنوزز ديبند اون السي تي برين تو اكسكلود انذر دايجنوزيسز زي البرين ابسس والهيموريج والفوكال انفكشن والسيريبروسباينال فلويد، وهذا مهم جدا جدا جدا. السيريبروسباينال فلويد
كلشر، لان ده هو الجولد ستاندرد فور دايجنوزيس اوف ذا سي ان اس انفكشن. السي اس اف اكزامينشن، البكتيريا مننجايتس سسبكتد، ا لامبر فانكشن شود بي بيرفورمد انليس ذير از ايفيدنس اوف كارديوفاسكولار انستابيليتي اور مانيفستيشن اوف انكريز الانتراكرينيال بريشر دو تو ذا ريسك اوف هيرنيشن. خلي بالك من الحاجتين دول، العيان لازم يكون فايتال ستيبل، ولازم يكون العيان ما عندوش مانيفستيشن اوف انكريز الانتراكرينيال بريشر. لما بنيجي نعمل روتين سي اس اف اكزامينشن بندي الوايت بي سي كاونت، البروتين بنعلق على الوايت بي سي كاونت في السي اس اف، على البروتين، على الجلوكوز، وبنعمل الجرام ستين. سي اس اف شود بي كلتشر فور ذا بكتيريا فانجاي مايكوبكتيريا بي سي ار از يوز تو دايجنوز الفيرال مننجيتس از مور سنسيتيف اند رابيد ذان ذا فيرال كلتشر. طب ايه الكونترا انديكيشن لللمبر فانكشن؟ ايفيدنس اوف ذا انكريز الانتراكرينال بريشر سيفير، العيان انستابل عنده كاردو بالمونري كومبرومايز ضغط واقع. انفكشن اوف ذا سكين اوفر ذا سايت اوف ذا لمبر فانكشن ثرومبوسايتوبينيا از ريلاتيف كونترا انديكيشن. عاده الثرومبوسايتوبينيا ده هي لو بليتت اكتر من 100 بنعمل عادي اللمبر فانكشن. اف ان لمبر فانكشن از ديليت لا تنتظر لحد ما تعمل لمبر فانكشن. لو في عندك اي مشكله في اللمبر فانكشن ابدا امبريكال انتي بايوتيك. Other investigation زي الـ CBC والـ CRP والـ ESR. Blood culture may be positive depending on the organism and whether there was antibiotic pre-treatment. The lumbar puncture بخلي العيان نايم في lying position أو في sitting position. الـ CSF analysis في جدول في نيلسون essential مكتوب، أنا عملت له simplification. لازم تعرف إن النورمال CSF، النورمال CSF بيبقى clear. الجلوكوز بيبقى اكتر من 50 في او يساوي 50% اوف ذا سيرم جلوكوز. يعني لو قسنا مثلا، خلي بالك من الحته دي، الراندوم بلاد شوجر بتاع العيان ده مثلا كان 100، فالجلوكوز بعتبره بتاع السي اس اف نورمال لو لقيته 50 او اكتر من 50. اقل من 50 يبقى كونسيوم. طب البروتين من 20 ل 40. طب الواي بي سيز اقل من 5، و 60 ل 70% منهم بيبقوا ايه؟ ليمفوسايت. طب في البكتيريا مننجيتس بيبقى تربت. الجلوكوز اقل من 40 مللي جرام بير ديسيليتر او اقل من 40% اوف ذا سيرم جلوكوز. طب البروتين ده انكريز من 100 ل 500، والواي بي سيز اكتر من 100 ومعظمهم بوليمورف نيوكلير ليوكوسايتس. طب الفيرال مننجيتس الاسبكت بتلاقيه كلير، الجلوكوز بتلاقيه نورمال. يعني ايه نورمال؟ يعني اكتر من او يساوي 50% اوف ذا سيروم جلوكوز، ادي رقم 2. البروتين عاده بيبقى اقل من 50، والواي بي سيز بتبقى اكتر من او تساوي 20، بس ما بتوصلش للرقم بتاع مين؟ بتاع السبتك من دلوقتي. يعني الواي بي سيز بتبقى اكتر من او يساوي 20 بس ما توصلش لحد 100. ايرلي ميبي بولمورف بولمورف نيوتروفيلز، بعد كده ممكن تكون مونو نيوكليار. خلي بالك من الحاجات دي. ده الجدول الكبير. اهم حاجه الفرق ما بين النورمال والفيرال والبكتيريال مننجايتس. طب التريتمنت، انتي مايكروبيال تريتمنت، الاي في فلويدز، الكورتيكوسترويدز. Treatment of the bacterial meningitis focuses on the sterilization of the CSF by antibiotic and maintenance of the adequate cerebral and systemic perfusions. Vancomycin plus either ceftriaxone or cefotaxime. The duration of the therapy عادة بيبقى من أسبوع لحد 21 يوم. Neisseria meningitis لازم treatment not be shorter than 5 days. Haemophilus influenza 10 days. ستريبتونموني 14 يوم. اروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي 21 دايز اور 2 ويكس. الليستيريا مونوسايتوجينيز 21 دايز اور لونجر. فور انفانت يونجر ذان 2 مانث اوف ايج امبيسيلين از ادد، عشان الامبيسيلين هو احسن انتي بايوتيك لعلاج الليستيريا مونوسايتوجينيز. الديكساميثازون عاده بنديه، والديكساميثازون عادة بندي with the first dose of antibiotics
ليه؟ لأننا لما بدي الأنتيبيوتكس بيحصل سام سورت اوف توكسيك رياكشنز. التوكسيك رياكشنز ده ممكن يؤثر على الهيرنج بتاع البيبي، فانا بدي دلوقتي الديكساميتازون عشان اقلل الانفلاميشن شويه، فاقلل الانسيدنس من الهيرنج لوس. لقيوا ان لما ما بديش الاستيرويدز الانفلاميشن بيبقى بيزيد، فبيأثر على الهيرنج بتاع البيبي، فعشان كده لازم ندي الديكساميتازون. طيب التريتمنت سبورتيف ثيرابي انفولف ذا تريتمنت اوف ذا ديهايدريشن الشوك. خلي بالك الدي اي سي السيادز احيانا بيدخل العيان في كومبليكيشن اوف ان ابروبشيت انتي دايوريتيك هرمون بيزيد، وبيحصل له ان هو بيتفرز بكميات كبيره، فيدخل العيان في ريتنشن ويدخل العيان في هايبر فوليميا. عشان كده لما بدي الاي في فلويدز بعمل ريستريكشن للاي في فلويدز. خلي بالك المورتاليتي ريت بيبقى عالي في عيانين البكتيريا المننجيتس، عشان كده لازم تكون التريتمنت ايرلي اند بروجريسيف. عشان موضوع الهيرنج ابنورماليتي، حتى انا لو اديتنج الديكساميتازون فلازم فولو اب هيرنج ايفالويشن بعد ما العيان يخرج. خلي بالك ان البكتيريا المننجيتس ده مرض خطير، فممكن العيان يحصل له رينال ديزابيليتي ما تظهرش بعد الديسشارج على طول، ولكن تظهر مع الايام. دي الكومبليكيشن بتاعه الاكيوت بكتيريال مننجيتس الايرلي السياد، اللي هي سندروم اوف ان ابروبشيت انتي دايوريتك هرمون. نتيجه الكومبليكيشنز اللي بتحصل ممكن يحصل اكسس اكزكريشن اوف ذا انتي دايوريتك هرمون من البوستيريور بيتويتري، ويبدا العيان يدخل في هايبر فوليميا. ممكن البكتيريا مننجيتس تعمل برين ابسس فاسكولايتس، ممكن تدخل العيان في شوك منينجو توكسيميا، والشوك دي تعمل دي اي سي، فتعمل تاثر على الصفائح، تعمل فاسكولايتس، فتلاقي العيان عنده بيربرا نتيجه ترومبوسيتوبينيا ونتيجه الفاسكولايتس. ممكن تحصل ميتاستاتيك كومبليكيشن، البكتيريا اللي عملت مننجيتس ما تقدرش تعمل ارثرايتس، ما تقدرش تعمل بريكاردايتس، ما تقدرش تعمل امبايما. ليت بقى العيان ممكن يدخل باراليسيس ابيليبسي منتال ريتارديشن اند هيدروكيفلس. دي بالنسبه للانتيبيوتيك. خلي بالك النيو بورن التريتمنت ريكومندد سيفوتاكسيم امبيسيلين، الانفانت اند تودلرز سيفوتاكسيم او السيفترايكزون مع الفانكومايسين، تشيلدرن اند ريسنت سيفوتاكسيم والسيفترايكزون بلس الفانكومايسين. البريفنشن الفاكسينز بصفه عامه، وخاصه الهيموفلس انفلونزا فاكسين اللي بيبدا عند سن شهرين، ده قلل من الانسيدنس بتاعه الهيموفلس انفلونزا مننجيتس. الفاكسين اجينست نيسيريا مننجيتيتس. ايه الكيمو بروفلاكسيس بالريفامبيسين والسريب بروفلوكساسين والازيثروميسين والسيفترايكسون، ده بيراديكيت الكارير ستيت، ده ريكومندد للكلوز كونتاكت. لو العيان فور انفيزيف هيموفلس انفلونزا تايب بي البروفلاكسيس بتاعتها الريفامبيسين. يبقى الكيمو بروفلاكسيس بنديهم للكلوز كونتاكت للعيان اللي كان بريزنتد بمننجيتس ومعاه كلوز كونتاكتس. الكلوز كونتاكتس دول بياخدوا الكيمو بروفلاكسيس سواء ريفامبيسين او سيبروفلوكساسين او ازيثروميسين. كرييت ان الجوريزم فور ذا ابروتش فور ساتش كيس. العيان بريزنتد بفيفر وديسترب كونشس ليفل، انت لازم تسال الناس اللي معاه هل الولد ده اخذ دراج انتيك او توكسينز او تعرض للحراره. مفيش، بص على الكلينيكال فيوتشرز. لقيت العيان المين سيمتومز ديسترب الكونشس ليفل، وبعد ما الديسترب الكونشس ليفل ده جات له فيفر، هعمل سي تي. السي تي هيطلع فيها ابنورمال، ممكن يكون العيان عنده برين ستيم ستروك ليجنز او هايبوثلاميك ليجنز او انتروفنتريكولار هيموراج او سب اركنويد هيموراج. يبقى احنا عندنا ديسيبل كونشس ليفل وبعديها الفيفر. طب لو الفيفر هي اللي كانت بريزنتنت سيمتومز الاول وبعد كده العيان بقى ديسترب كونشس ليفل، هشوف هو انا عندي سيزرز سايكاتريك فيوتشرز وعندي مينيمال مينينجال اريتيشن وفي فوكال ديفيسيت. يبقى العيان مينلي سي ان اس مانيفستيشن كونفولجن وسايكاتريك مانيفستيشن والمينينجال اريتيشن اقل،
فده هشك في الانكيفالايتس اكتر، هعمل ام ار اي برين، هعمل سي اس اف اكزامينشن واشوف البلازما بلاد شوجر كان عامل ازاي، عشان احنا قلنا البلازما بلاد شوجر انا هشوف السكر بتاع العيان، لقيت لو طلع 100 مثلا، واشوف السكر في السي اس اف، لقيت السكر في السي اس اف اقل من 40 فما اقل، يبقى انا هشك في مين؟ هشك في البكتيريال مننجايتس، هشك في البكتيريال انفكشن. طيب العيان عملت له ام ار اي برين وسي اس اف اكزامينشن، هشك ما فيش عنده ساينز اوف مننجيال اريتيشن، يبقى ده موستلي انكيفالايتس. طيب لو العيان عنده في الاساس الساينز اوف مننجيال اريتيشن هي الاساس، هعمل سي اس اف اكزامينشن والسي تي والام ار اي وموستلي هيطلع مننجايتس. طيب فيفر وذ التر سنسونيوم، يعني الاثنين مع بعض خلاص والكورس مش كلير. طيب انا في عندي مننجيال اريتيشن في فوكال ديفيسيت ايمجنج وهعمل سي اس اف، لو لقيت المننجيال اريتيشن هي اللي اكتر والعيان عنده انكفالوباثي خلاص، يبقى دي مننجو انكفالايتس. لو المننجيال اريتيشن مش موجوده والايمجنج طلع لي فوكال ليجن، يبقى ده ستراكشرال ليجن اوف ذا برين. لقيت في المننجيال اريتيشن مفيش او نيجاتيف، الفوكال ديفيسيت نيجاتيف والايمجنج نيجاتيف والسي اس اف نيجاتيف، يبقى هدور على توكسيك كوز، ميتابوليك كوز او سايكيك كوز. خلي بالك اللمبر بركشر از ذا مور امبورتنت ستيب ان ذا دايجنوزيس اوف ذا مننجيتس. نيوتروفيليك بوليوسايتوزيس اليفيتد بروتين ريديوس جلوكوز سجستيف اوف ذا بكتيريال مننجيتس. شكرا يا جماعه.